ما اتكلمش يبقى الموضوع ده يتقفل خالص يا نادين. يعني تفتكري؟ افتكر جدا. خليني اكلمه بعدين وانا لوحدي. المهم قولي انت هتعملي ايه؟ معرفش. قريتي المقال اللي كاتباه شيري؟ لا لسه. بتقول ايه؟ بتحكي عن المسلسل وانه ازاي اخيرا لقت حب عمره. مفيش حاجه اسمها حب العمر مادة اصلا، كله بيتغير. اول مره احس ان طارق حاجه وحمزه حاجه تانية خالص. مفيش اي حاجه بيننا يا مجد، اي حاجه ولا حتى تفاهم. انت مش طارق، زي ما يكون روحه نفسها اتغيرت. الروح يا حبيبتي من عند ربنا، ما تتغيرش الا باذن. سيبك انت من اسطوره الراجل الاوحد اللي نفضل نحب فيه طول عمرنا. هو هو لا، ده كلام مسلسلات. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ هاي حمزة. عدم لا مؤاخذة يعني يا أستاذة إن أنا طبيت كده يعني من غير ميعاد، بس حق ربنا ما عرفتش أستنى للصبح. ولا يهمك، خير؟ أنا خلاص هروح للمأذون وهطلقك. يعني كلها كام يوم كده وورقتك تبقى عندك، وأرجع أنا بقى تاني السويس. تقدري تعتبري نفسك حرة. كده بقى الحكاية خلصت. ها؟ خلصت يا حمزه. انا بس عايزاك تبقى فاهم ان انا شايفاك انسان كويس جدا وتستاهل تبقى مبسوط فعلا. اكيد لو ما كنتش كويس ما كانتش واحده زيك حبتني وجوزتني. حمزه ارجوك لو احتجت اي حاجه ما تترددش تكلمني. حصل. وانت كمان. ماشي. يلا سلام عليكم. حصل؟